بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبدي محاضرة عن القنوات المفتوحة، نبدي بحل الأسئلة. بس أول شيء، السؤال الأول example 1: determine the discharge and the type of flow for a trapezoidal channel with a bottom width 3.6 متر and side slope 1 vertical إلى 2 horizontal. The water depth is 1.2 متر and bottom bed slope is 0.0009 تساوي 50. هاي عندي قناة على شكل شبه منحرف. عرض القاعدة من الأسفل 3.6 متر، والسايد سلوب 2 هوريزونتال 1 فيرتيكال. منسوب الماء بداخل القناة 1.2 متر، والسلوب مالت القناة الباتم سلوب هو هاي القيمة. أريد اجقد كمية التصريف بالقناة وشنو نوع الجريان، ونطيتكم سي. إذا مطيتكم سي يعني معناه تستخدمون معادلة تشيزي، بس تشوفون سي أريد معادلة تشيزي، إذا تشوفون إن مانج. هسه بهذا السؤال شنو نستعمل معادلة تشيزي؟ فأول شيء معادلة تشيزي الـ V تساوي سي في R هيدروليك راديوس في S. الهيدروليك راديوس عرفناه هو عبارة عن المساحة إلى المحيط المبلل. فأول شيء أجي أطلع مساحة شبه المنحرف، وبعدين أجي أطلع المحيط المبلل. المساحة راح تكون هي عبارة عن مساحة 3.6 زائد المساحة الطول القاعدة من الأسفل، والطول على الووتر سيرفيس البي اف تقسيم 2 أو في الارتفاع مالت الماي. فهنا راح تكون 3.6 زائد هاي منا لهنا 2.4 ومنا 2.4. فايش راح يصير عندي؟ راح نجي نقول 3.6 زائد 3.6 زائد 2.4 زائد 2.4 تقسيم 2. او هسه مباشره بهنا رسن اخذت 3.6 زائد 2.4 في ارتفاع القاعده. ممكن تجون تاخذون هاي القاعده زائد هاي القاعده تقسيم 2 في ارتفاع الماء داخل القناة المفتوحة، أو مباشرة 3.6 طلعون هذا الطول، لأن هاي المسافة منا لهنا 2 هوريزونتال إلى 1 فيرتيكال، وارتفاع الماء 1.2 تقدرون تطلعون هاي المسافة الأفقية 2.4 من هاي الجهة ومن هاي الجهة. فهنا ما قسمت على 2، رأسا قلت 3.6 زائد 2.4 في ارتفاع الماء، هاي مثلي مساحة شبه المنحرف. المحيط المبلل هي عبارة عن المسافة المائلة هاي، والمسافة مالت البيد ليفل من الأسفل، وهاي المسافة المائلة. فايش راح تكون؟ راح تكون 3.6، لأن هاي المسافة وهاي المسافة، فتصير 2 من 1.2 تربيع زائد 2.4. ليش؟ لأن هذا حسب نظرية فيثاغورس هذا الطول معلوم وهذا الطول معلوم، فهذا تربيع زائد ارتفاع الماء تربيع تحت الجذر في 2، فطلع المحيط المبلل 8.96. نصف القطر الهيدروليكي قسمنا 7.2 على 8.96، طلعت لنا المقدار نصف القطر الهيدروليكي 0.8. هسه من عندها انا شنو رايده؟ رايده كمية التصريف. كمية التصريف ايش راح تساوي؟ ان الاريا في الفي، فراح تكون سي هنا الفي سي في ار الهيدروكريدس في اس. هنا سي معلومة ومساحة مقطع الجريان طلعتها، ار النصف القطر الهيدروليكي هم طلعته، واس معلومه طلعنا كميه التصريف. هاي اول مطلوب. المطلوب الثاني شنو اريد؟ اريد مقدار نوع الجريان، هل هو سب كريتيكال، سوبر كريتيكال، كريتيكال. فاول شيء رقم فرويد هو في، مدام شبه المنحرف راح يكون تحت الجذر جي الى اي بالبي اف. البي اف هي راح تكون 3.6 عرض القاعده من اسفل زائد هاي طلعناها المسافه في 2.8.4. السرعة نقدر نطلعها هي اللي هاي بدون ما نضرب الاي سي ار الهيدروليك راديوس الى اس، او هنا في الى كيو طلعنا السرعة 1.345. فنجي انت طلعت لنا من اجي طبقت قانون فرويد، فراح تكون في تساوي جي الى اي اف، طلعت لنا مقدار رقم فرويد 0.464. ما دام اقل من واحد هذا شنو نوع الجريان؟ سب كريتيكال، جريان تحت الحرج. هذا هو السؤال الأول. نجي للسؤال الثاني. What depth is required for 4 cubic meter per second flow in a rectangular blind wood channel in 0.012 of wide 2 متر with a bed slope of 0.002؟ هسا عندي هاي عندي قناة
مفتوحة على شكل مستطيل. أرض القاعدة من الأسفل 2 متر. أريد شقد ارتفاع الماء في هاي القناة. مطيتكم N معناه شو تطبقون معادلة مانج. مطيتكم السلوب مالت القناة وكمية التصريف. فمن عندها مدام أنا مطيتكم N أريد تستعملون معادلة مانج V تساوي 1 إلى N من R أس 2 S أس نص. الQ من تجي من عبارة عن السرعة في مساحة المقطع. فنجي هنا الاريا هنا راح تكون عبارة عن مساحة مستطيل 2 في Y، والمحيط المبلل راح تكون Y زائد B زائد Y، فراح تكون 2Y زائد 2. فنقدر نطلع 2 مشتركة ايش راح تبقى لنا 1 2 1 زائد Y. فمن عندها نصف القطر الهيدروليكي راح يكون 2Y إلى 2 1 زائد Y. هاي الY شنو احنا نريد؟ نريد قيمة Y. هنا أنا طبعاً الهيدروليك ريدس الثنين ويا الثنين تروح راح تبقى لنا واي. هنا هذا القوس كتبوه واحد زائد واي، ما مكتوب بالسؤال، فهو هذا نفسه واي إلى واحد زائد واي. هسا نجي نعوض وين؟ نعوض بالمعادلة مالت التصريف. كيو معلومة 4، ان معلومة 0.02، الاريا 2 واي، المحيط النصف القطر الهيدروليكي واي الى 1 زائد واي اس 2 على 3 في بونت او او 2. هنا مجهول عندي بس واي. بطريقه المحاوله والخطا تفرضون القيم بحيث لازم تطلعون قيمه واي من تجون الطبقه، تطلع قيمه الطرف الايمن الايسر يساوي بونت 5.36. بالمحاوله والخطا طلعت واي بونت 8.9 متر. هذا هو المطلوب. السؤال الهوم وورك هذا لكم، عليك تحلوه، عليكم انتم تحلونه. بروف ذا فولوينج اكويشن فور ذا ديسشارج ان ا تراينجولر هاي واي جتر هافينج وان سايد فيرتيكال اند ذا اذر سايد سلوب زد الهوريزونتال الى واحد الفيرتيكال. شنو او اريد انتم تثبتون معادله التصريف بالنسبه اذا عندي قناه مفتوحه على شكل مثلث. أول شيء أريد الإثبات الأول إنه كمية التصريف تساوي بونت 3.16 إلى N من F of Z Y 8.3 في S أس نص. هاي عندي قناة على شكل مثلث ارتفاع الماء بها Y والسلوب 1 إلى Z. F of Z شنو قيمتها؟ هي عبارة عن Z أس 5.3 1 إلى 1 زائد Z تربيع أس 2.3. هاي أريد أول شيء تثبتوني هاي المعادلة. بعدين أريد تحسبوني من بعد إثبات المعادلة تحسبوني كمية التصريف إذا كانت قيمة Z تساوي 12. المعلومات المتوفرة N بونت 0.15 Y تساوي بونت 1 و S تساوي بونت 0.3. من تطلعون كمية التصريف المعلومات N بونت 0.15 Y بونت 1 والسلوب مالت القناة بونت 0.3. هذا واجب بيتي لكم. هسه نجي نكمل هاي فيما يتعلق مسائل عن القنوات المفتوحة عشان أجي أحسب التصريف أطلع نوع الجريان. هسه راح نجي ناخذ موضوع جديد اللي هو بيس هيدروليك سكشن أو إلى تسمية ثانية موس إيكونوميكال شانل سكشن. شو معناه بيس هيدروليك؟ أريد أفضل مقطع هيدروليكي بحيث ينطيني أقل كلفة. نريد أبعاد قناة مفتوحة سواء كانت مستطيلة أو شبه منحرف أو أي شكل هندسي بحيث تكون أقل كلفة تنطيني most economical channel section. فأول شيء راح أجي أخذ معادلة اللي هي معادلة مانينج V تساوي 1 إلى N من R أس 2 S أس نص. أو أما نجي نطبق معادلة السرعة أو معادلة التصريف. هنا معادلة التصريف بس مجرد هنا V أضربها بA، فراح تكون 1 إلى N من A المحيط نصف القطر الهيدروليكي هو A إلى المحيط المبلل في S. إذا أجينا ثبتنا الS وثبتنا الN وثبتنا مساحة المقطع كلها تكون ثابتة كونستانت. وشنو لازم حتى أطلع أفضل مقطع هيدروليكي؟ المحيط المبلل لازم يكون أقل ما يمكن حتى أحصل على تصريف كبير. المفروض الويت باراميتر تكون مينيمم. فشنو راح نقول؟ With S, N and A are fixed constant, a minimum weight parameter with respect to the base hydraulic section as it conveys the maximum discharge. إذا إجينا
خلينا الويت باراميتر اقل ما ممكن، هاي راح نقدر نحصل او نقدر نوصل اكثر كميه تصريف. احنا اهم شيء كميه تصريف كبيره في مساحه مقطع قليله، هاي هي البيست هيدروكسكشن. فراح نجي اول شيء نجي ناخذ المقطع اذا كان مستطيل، بيست هيدروليك سكشن فور ريكتانجولار شانل. اذا عندي اريد ايش قد بي وايش قد واي بحتنطيني بيست هيدروليك سكشن. فهذا هو المستطيل، قناة مستطيلة عرض القاعدة من الأسفل بي والارتفاع مات الماي واي. فهسا إذا أجينا أخذنا طبعا أفضل مقطع هيدروليكي هو بي تساوي 2 واي، هاي تحفظوها، أفضل مقطع هيدروليكي بالنسبة للمستطيل هو بي تساوي 2 واي. هاي شلون إجت؟ إجت نصف المقطع الهيدروليكي هو الأي إلى الويت باراميتر. الاريا من جايه من بي في واي لان مساحه مستطيل، والبي ايش راح تساوي لنا؟ بي تساوي لنا 2 واي تربيع. هسه هذا عندي افضل مقطع هيدروليكي اذا كان عرض القناه من اسفل تساوي لنا 2 من عمق الماء. هسه افضل مقطع هيدروليكي بالنسبه لنصف القطر الهيدروليكي، فايش راح يكون؟ اي تساوي بي في واي 2 واي تربيع. الويت باراميتر راح تكون بي زائد 2 واي، عن كل بي أعوض 2 واي، وهنا عندي 2 واي صارت 4 واي. فحتى أطلع نصف القطر الهيدروليكي راح تكون 2 واي تربيع إلى 4 واي من عدها. أفضل مقطع هيدروليكي للمستطيل هو أنه يكون واي إلى 2. هذا بالنسبة للمستطيل. أما إذا أجيت أخذت شبه المنحرف، شبه المنحرف أرض القاعدة من أسفل بي، وهنا هاي المسافة إذا كانت واحد إلى زد نقدر نطلعها. ليش؟ لأن هذا عمق الماي واي، فنقدر نطلع هاي المسافة اللي هي 2 زد واي، وهذا يكون واي إلى 1 زائد زد تربيع حسب نظرية فيثاغورس. فدائما أفضل مقطع هيدروليكي هو بي زائد 2 زد واي إلى 2 تساوي لنا واي من 1 زائد زد تربيع. هاي المسافة هي تساوي لنا بي زائد 2 زد واي إلى 2. هاي بالنسبة للشبه المنحرف. أما إذا أريد نصف القطر الهيدروليكي راح تكون الـ A إلى الـ Weight Parameter. مساحة شبه المنحرف راح تكون B زائد Z Y في Y. المحيط المبلل راح يكون B زائد 2 Y 1 زائد Z تربيع. فمن عندها راح نجي نعوض عن الـ Area بما يساوي أو المحيط المبلل بما يساوي، راح تطلع لي أفضل نصف مقطع نصف قطر هيدروليكي يكون بيس هيدروليك سكشن هو واي اوفر 2. اما اذا اجيت اخذت الدائره، بيس هيدروليك سكشن فور سيركولر شانل، اذا اجيت اخذت هاي الدائره وارتفاع الماي القطر مالتها من هنا لهنا دي، وارتفاع الماي واي، فاذا اجيت اخذت كونديشن اخذت حاله لاكبر تصريف ممكن، دائما افضل مقطع هيدروليكي يكون بوينت 95 ارتفاع الماي يساوي بوينت 95 من القطر. اما اذا اجيت اخذت الحاله في ماكسيمم للسرعه اعظم سرعه، فراح تكون عمق المياه يساوي بوينت 81 من دي. هاي الحاله اللي اذا عندي قناه مفتوحه دائريه. اما اذا عندي قناه مفتوحه بس شنو هالمره مثلث، بيس هيدرولي افضل مقطع هيدروليكي بالنسبه للمثلث. اذا عندي هاي قناه هاي الزاويه من ثيتا هنا، يعني الزاويه مالتها 2 ثيتا وعمق الماي واي، السلوب مالت القناه 1 الى زد، زد هوريزونتال 1 فيرتيكال. فاذا كانت ثيتا افضل مقطع هيدروليكي ان ثيتا تساوي 45 درجه، يعني هاي كلها منها 45 ومنها 45، أو نقول Z تساوي 1، هاي أفضل مقطع هيدروليكي بالنسبة للمثلث. هسه نجي ناخذ هاي بالنسبة إذا أريد، لا إذا أريد نصف القطر الهيدروليكي نطلع الأريا، الأريا تساوي نصف 2 Z Y في Y تطلع لنا Y تربيع. المحيط المبلل راح يكون هذا الضلع زائد هذا الضلع اللي هو 2 Y من 1 زائد Z تربيع، اللي هو راح تكون Z 1 راح تكون 2 جذر 2 Y. فنصف القطر الهيدروليكي راح يكون واي الى 2 جذر 2. هاي بالنسبه ان القوانين اذا اريد بيس هيدروليك سكشن، اذا مستطيل شبه منحرف دائري ومثلث. هسه راح نجي ناخذ امثله على هاي الحالات. ديزاين ترابيزويدال شانل او بيس هيدروليك سكشن، مختصر البيس هيدروليك سكشن بي اتش اس.
والسايد سلوب واحد هوريزونتال الى اثنين فيرتيكال تو الاو ديتشارج اوف 5.66 كيوبيك متر بير سكند اد ا فيلوسيتي اوف 1.5 متر بير سكند Find the saving in horsepower per kilometer length of the channel and using the above section in comparison with rectangular section of 1.2 water depth and 3 meter with taxi 55. أريد صمموني قناة شبه منحرف بأفضل مقطع هيدروليكي. إذا كانت هاي القناة السايد ستوب مالتها واحد هوريزونتال إلى اثنين فيرتيكال، انتبهوا واحد هوريزونتال إلى اثنين فيرتيكال. كمية التصريف المارة بها 5.6. سرعة الجريان 1.5. أريد هم إيش قد مقدار نوفر من مقدار الهورس باور لكل كيلومتر من طول القناة إذا أجينا قارناها ويا قناة مستطيلة ما بيها بيس هيدروك سكشن. عرض الارتفاع الماي 1.2 وعرض القاعدة 3 متر وقالت لكم استعملوا معادلة تشيزي. فهنا أنا أول شيء أجي للقناة شوفوا المنحرف أصممها على بيس هيدروك سكشن. فهنا أنا قالت لكم واحد هوريزونتال إيه اثنين فيرتيكال معناه إيش قد قيمة الزت نصف. بنجي الأري تساوي بي زائد زت واي في واي بي زائد واي أوبر اثنين واي نعوض عن زت بما يساوي في واي. الأري إيش راح تساوي إن كيو إلى البي كيو معلومة والبي معلومة إيش راح تبقى لنا بهذا الطرف بي زائد واي أوبر تو إلى واي بي زائد واي إلى إلى 2 في واي تساوي لنا 3.73. هاي أول معادلة. حتى نجي بيس هيدروليك سكشن عندنا قانون الحفظة بي زائد 2 زت واي إلى 2 واي 1 زائد زت تربيع. فإذا كانت عندي زت تساوي نصف نعوض عن كل زت بما يساويها بي زائد 2 في زت نصف راحت فتراح تبقى بي زائد واي تساوي 2 واي 1 زائد ربع تبقى لنا من هاي جذر 5 واي. فمن عندها راح تصير عندي بي زائد واي تساوي جذر 5 واي. انا شنو رايد اخلي بي بوحدها بطرف فراح تكون بي تساوي 1.24 من واي جذر 5 واي ناقص واي راح تبقى 1.24 على المعادله رقم 2. اجي اعوض معادله رقم 2 في معادله رقم 1 فايش راح يطلع لي؟ راح تطلع لي مجهول بس الواي. الواي راح تكون 1.46 متر والبي تساوي 1.81. هسه اجي اطبق معادلة تشيزي بي تساوي سي في تحت الجذر نصف القطر الهيدروليكي في اس. نصف القطر الهيدروليكي بالنسبة شبه المنحرف حافظينه واي اوفر 2 فاجي اعوض السرعة انا مطيتكم اياها سي معلومة نصف القطر الهيدروليكي راح يكون واي اوفر 2 واي هسه طلعته 1.46 تبقى لي بس اس فراح تطلع لنا اس 1 الى 9.87. الاس تمثل لي هيد لوس لطول الانبوب لكل 1000 متر من طول الانبوب. هاي اول شيء طلعنا اس. اجي القناه المستطيله اللي معلومه الابعاد مالتها نجي نطلع الفيلوسيتي كيو الى الاريا. الاريا معلومه العمق مالت الماي 1.2 والعرض 3. طلعنا كميه السرعه من كميه السرعه اطلع نصف القطر الهيدروليكي الاريا مال المستطيل الى المحيط المبلل مال المستطيل طلع لنا 0.667. اجي اعوض معادله تشيزي السرعه ب 1.556 معامل تشيزي ما متغير. هنا نصف القطر الهيدروليكي هسه طلعته شنو يبقى لي مجهول بس اس. اس تساوي لنا 1 الى 838 تمثل هيد لوس الى طول لكل 1000 متر من طول الانبوب. هسه نجي نحسب ايش قد فرق بالطاقة dissipation horsepower in trapezoidal section. عندي القانون شنو يساوينا جاما في Q في H. ال H يعني أقصد بها ال head loss. أنا نوع ما ذكرت لكم نوع السائل شنو تعتبرونه ماي. الجاما مالت الماي 9810 أنا رايدته بال horsepower أقسمه على 746 Q 5.6 في الهيد لوس الى طول الانبوب. الهيد لوس 1 الى 978 لكل 1000 متر انا رايده بالكيلومتر فشنو هنا انا راح تكون الكيلومتر بالمقام راح يصعد هنا صار عندي 75.229. نفس الطريقه اجي للمستطيل هم اجي اعوض 9810 الى في 1000 على 803 قد طلع 87. شوف الفرق هنا هورس باور 75 قدره بينما هنا اكثر
فش قد أوفر؟ 87 ناقص 75، هاي مقدار توفير من الطاقة إذا استعملت بيس هيدروليك سكشن. هسه نجي at what slope should a circular pipe of 0.8 diameter be laid to maintain a maximum velocity when the discharge equal 0.21 without can discharge maximum discharge velocity equal هسه هاي إذا مطيتكم maximum discharge أول مرة مطيتكم maximum velocity أريد شقد قيمة عمق الماء بالmaximum velocity إذا كان discharge point 21 وشقد الماكسيموم ديتشارج اذا الفيلوسيتي بونت 48 مطيتكم معامل شيزي. هاي هم عندي قناة دائرية مفتوحة القطر مال القناة بونت 8 اريد شقد كمية التصريف الكلية وشقد كمية السرعة الماكسيموم فيلوسيتي وماكسيموم ديتشارج. بس انا ارجع من القوانين اذا اخذته اذا ماكسيموم فيلوسيتي إيش راح تكون y تساوي بونت 81 دي. فنجي هنا هذا هو ارتفاع الماء، هاي هي الواي وهاي الدي. إذا أجيت فرضت المسافة من مركز الدائرة مركز القناة إلى سطح السائل الحر الارتفاع العمودي مالتها كي وهاي هي ألفا، فحتى نطلع قيمة كي إيش راح تكون؟ راح تكون y ناقص دي over 2. هسا هاي عندي منا اللي هنا كلها منا اللي هنا دي ومننا لهنا واي، حتى أطلع قيمة كي إيش راح تكون؟ هي عبارة عن واي ناقصاً لأن هاي مننا لهنا دي أوفر تو ناقصاً دي أوفر تو. إيش قد راح تطلع لي؟ راح تطلع لي أنا القطر راح تكون بونت 2.48. ليش؟ لأن أنا قالت لكم القطر مالتها راح يكون بونت y ناقص دي اوفر 2 تساوي بونت 2.48. كوسان الفا اوفر 2، الكوسان الفا ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا k الى دي على 2. ليش؟ لان هذا هو نصف القطر، هذا هو نصف القطر، هذا نصف القطر راح يكون k الى دي على 2 بونت 2.48 الى بونت 4. ناخذ اذا نريد الفا او ناخذ كوسان الفا كوسين انفرس فراح تطلع لنا 1103. الثيتا هنا منا اللي هنا ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا 360 ناقص الفا، هاي كلها 360 ناقص هاي الفا. ليش؟ لان اذا اخذت الزاويه كلها 360 اجي اطرح من عندها الفا راح تكون 360 ناقص الفا. فمن عندها نقدر نطلع ثيتا بالراديان نضرب باي ونقسم على 108 180 طلعت لنا ايش قد قيمة الثيتا. هسه نرجع الاريا تساوي الاريا مين جاية؟ جاية من مساحة قطاع ناقص مساحة مثلث ار تربيع الى 2 ثيتا ناقص ساين ثيتا. نصف القطر معلوم بونت 4 على 2 ثيتا هسه طلعناها بالراديان ناقص ساين 256 فتطلع لنا بونت 436. هاي الاريا. المحيط المبلل هو عبارة عن R ثيتا. ليش؟ يعني محيط قطاع. فنجي نعوض بما يساويها طلعت لنا المحيط المبلل 1.79 من عندها نصف القطر الهيدروليكي راح يكون 0.243 نقسم الاريا إلى المحيط المبلل. أرجع أطبق معادلة تشيزي Q تساوي C في الاريا في RHS. Q معلومة ال C موجودة والأريا موجودة، شنو أقدر؟ أقدر أطلع السلوب. هاي الحالة الأولى. هسه هاي أنا حليتكم للحالة الأولى، أنتم بنفس الطريقة حلوني إذا كان أريد الماكسيموم ديتشارج بنفس الطريقة عليكم الحل، طلعوا لي شقد قيمة كيو أو شقد قيمة العفو السرعة. هاي اللي هنا محاضرتنا وشكراً.